ما زالت المرأة في مجتمعنا تعاني من الاضطهاد والعنف في كثير من القضايا، ومنها الحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة. عمل المرأة ما بين الرفض والقبول في العائلة والمجتمع، ومن أهم أسباب رفض عمل المرأة الإيمان بأن عمل المرأة يعتبر عيبا أخلاقيا واجتماعيا، لذلك يمنع عليها الاختلاط بالرجال. الخوف من استقلال المرأة ماديا وعدم اعتمادها على الرجل بهذا الجانب، مما يعني تمكنها وتحررها من سلطة الرجل. قانون العمل ببعض نصوصه وبعض التشريعات الأخرى تظلم المرأة من حيث الراتب وتقلد المناصب الهامة والإجازات والتقاعد وغيرها. هناك أيضا أسباب أخرى متعلقة بالمرأة نفسها وبالصعوبات التي تواجهها، ومن أهمها الخوف من عدم القدرة على تكوين أسرة، وذلك في حالة تأخر سن الزواج للمرأة العاملة. معيقات أخرى اجتماعية وثقافية لعمل المرأة: القناعة أن دور المرأة مقتصر على الدور الإنجابي التقليدي والمتمثل في العمل داخل المنزل ورعاية الأطفال والاهتمام باحتياجات الأسرة فقط. النظر لعمل المرأة على أنه حاجة وليس ضرورة، وعدم وجود تقدير مجتمعي لعمل المرأة. الاعتقاد السائد بأن المرأة مخلوق ضعيف ولا تملك القدرة على تحمل أعباء العمل خارج البيت. ثقافة المجتمع التي ترى أن الرجل أقدر على تقلد المناصب الكبيرة السياسية والعامة بشكل أفضل من المرأة، لذلك من حقه ممارسة جميع المهن في مختلف المجالات. ختاماً، العمل حق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، وبحسب القانون الأساسي تم حظر التمييز بين الرجل والمرأة، وهذا يتطلب وضع خطة توعية على مستوى المجتمع من ناحية، وعلى مستوى النساء من ناحية أخرى، لإظهار أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل لما له من أهمية في عملية التنمية.